فقدرت سريع جدا أنجز في مجال البحث العلمي بتاعي. Prominent position at Texas A&M University at Qatar and including directorship of the Gas and Fuel Research Center. كان هو خيار صعب جدا وفيه جزء كبير جدا من الريسك. Once hired, he hit the ground running. He was developing testing units and testing protocols. مشهورة بأنه البيوض عندهم فيها أولوية. يعني تمتحت فيها بمناخ مميز جدا للإبداع. سويت على نيل غناي يا مستحق الغنى يا أمنياتي وهواي ما لا سواك الغنى بختارك انت وكفاي مهما خطاي ملتك شافت سواك أمكنا بلدي وبحبك شديد بلدي وبحبك أنا. طبعا المحطة بتاعت أمريكا كانت واحدة من المحطات الجميلة جدا والمهمة جدا في حياتي والعملت لي نقلة كبيرة يعني في حياتي. زي ما قلت لكم كان هو خيار صعب جدا وفيه جزء كبير جدا من الريسك اللي هو الخطورة بتاعت انك انت في وظيفة كويسة وفي وضع مستقر لكن تختار بأنك انت تعمل نقلة كبيرة لعائلتك وتبدأ مشوار جديد. أمريكا مميزة جدا، المجال بتاع البحث العلمي فيها والمجال بتاع الحياة العلمية في الجامعات مختلف جدا عن محلات كثيرة في العالم، وبكل تأكيد عندهم قيم يعني مميزة. أول حاجة في المجتمع الأمريكي بتشعر إنك أنت جزء منه في أي لحظة أنت بتدخله، والناس دائما بتقيمك بمساهمتك أكثر مما بتقيمك من إنك أنت جاي من وين أو أنت الباك جراوند بتاعك شنو يعني. ففعلا يعني في أمريكا وفي السنة الأولى في الدكتورة زي ما قلت لكم جيت بخبرة يعني كويسة من الشغل في جامعة الملك سعود في الرياض، مجال الدكتورة كان قريب لي فقدرت سريع جدا أنجز في مجال البحث العلمي بتاعي. الدكتورة في أمريكا هي 5 سنين لكن ربنا وفقني في 2.5 سنين أنا أكملت مشروع الدكتوراه، وحتى في بعد سنة يعني المشرف بتاعي للدكتوراه بروفيسور مشهور جدا اسمه كريس روبرت هو الآن عميد كلية الهندسة بجامعة أوبون يونيفرسيتي، وكريس ده كان شخصية مميزة وشخص يعني فريندلي جدا وبيهتم جدا بالطلبة بتاعينه على المستوى الشخصي. الفترة بتاعتي في جامعة أوبن شغال مع بروفيسور كريس روبرت وهو كان المشرف بتاعي في مشروع الدكتوراه، هو شخص مميز جدا و very friendly يعني تواصله مع طلابه مع الناس الشغالين معه كان على المستوى الشخصي وكان داعم كبير جدا لي، وهو الآن عميد كلية الهندسة في نفس الجامعة، وهي جامعة يعني في ولاية كانت من الولايات الأمريكية يعني المشهورة بأنه البيض عندهم فيها أولوية، يعني هي كانت للوايت لكن يعني تمتحت فيها يعني بمناخ مميز جدا للإبداع، وكانوا يعني من أول فترتي في الجامعة سمحوا لي بأنه أنا أدرس الطلاب، وكان حتى المرتب بتاعي تحول من مرتب بتاع طالب دراسات عليا لمرتب بتاع محاضر في الجامعة، وكانت نقلة كبيرة بالنسبة لي الثقة أولوها لي. وبعد ذاك لفت انتباهي بأنه يا أخي مجال البحوث اللي أنا شغال فيه ما في ناس كثيرين في أمريكا شغالين فيه، فأمريكا لعملية الجرين كارد عندهم يعني كاتوجريس بتاعة بسموها الأوت ستاندينج ريسيرشر الباحثين المميزين اللي هو أمريكا بتحتاج لهم، أنت عشان تنال هذه الكاتوجري بيكتبوا عنك علماء وناس في المجالات التخصصية بتاعتك
في الحكومة الأمريكية وفي الجامعات وفي مراكز البحوث، وما من ضمنهم الأستاذ المشرف عليك. بيعتبروا الأستاذ المشرف عليك عنده يعني انترست وعنده اهتمام فيك شخصي، فهم بيفضلوا ناس غيره من الناس التانين في نفس مجالك. فالحاجة دي أدتني صورة جميلة جدا عن أمريكا، في إنه أمريكا دي يعني المستوى فيها بتاع احترام الشخص وتقديره وتقييمه فقط بناء على يعني العطاء بتاعه دون أي تأثير على الباك جراوند ظهرت لي في المرحلة دي. أنا كتبوا عني خطابات ناس قابلتهم يعني لفترة وجيزة جدا في مؤتمرات علمية، وهم وافقوا على أنه يكتبوا خطاب بأنه أنا مجال بحثي مجال مميز جدا، وأنه أنا شخص ممكن أعمل إضافة كبيرة جدا، وأنه أمريكا محتاجة لكفاءات دي. Met Professor Nimir al-Bashir in 2006 when he was interviewing for an engineering position in my department. From the very beginning of the interview, it became very clear to the interview team that Dr. al-Bashir was our perfect candidate. Once hired, he hit the ground running. He was developing testing units and testing protocols for exceptionally complex systems, primarily related to environmental catalysis. In real-world conditions, emission control catalysts have to deal with rapidly changing temperatures, gas compositions, space velocities related to changing in driving conditions. Transient is the only constant in these systems, and at the same time, they have to convert the harmful ingredients that are present in the exhaust in very small quantities, and the conversion has to be almost 100%. Testing such systems in lab conditions is extremely difficult. Dr. al-Bashir was participating in constructing a unique testing system that is capable of emulating conditions of a vehicle driving on the road. These systems were used in research and development that led us to development of catalytic systems that are cleaning up environmental, cleaning up automotive exhaust all over the world to the tune of about 100 million tons per year. لو شافوك بعيني اكيد العالم كله حيعجب بيك، وانا شايفك من اجمل زاويه.